طال عمرك نبارك لكم اولا هذا المهرجان. انا اعطيكم طباعنا لاول مره نحضر ونغطي مهرجان البشاير. نعم. تحفه معماريه بما تحمله الكلمه من معنى من ميدان ومن منصه، وللامانه والله كلمه الله بتستمر كذاك طوال الوقت ان شاء الله. من شاركتنا مره تشاركنا عاد كل مره باذن الله باذن الله. إن شاء الله. طال عمرك اتحدث عن اليوم الاخير، الكل يطمح وهذا مطمع كل هالركض والتنافس اللي بينهم موجود في الميدان. نعم. سيف ذهبي وسيف فضي، كيف ترى المنافسة طال عمرك؟ منافسة إن شاء الله تكون قوية. نعم. طيبة، ونحن حاليا نشجع يعني آخرين مثل السعودية وقطر والكويت حتى، يعني اللي عنده باع يتفضل، لكن السنة نتأمل أن في هجن قوية تطلع. صحيح. تطلع، ويعني نحاول نبقي هذه الرياضة على علوها. صحيح. تحدثنا سابقا طال عمرك أن عمان جزء أصيل جدا من صناعة رياضة الهجن في الوطن العربي الكبير، وعمان جزء مهم جدا، وأن يقام مهرجان بهكذا قوة بهكذا دعم بهكذا حضور، هذا من شأن أن يعزز قيمة هذه الرياضة في الخليج. كيف تشوف مستقبل هذه الرياضة؟ إن شاء الله أنا أتأمل أن تستمر للأحسن دائما، وهناك أفكار كثيرة لكن ما نريد نطلقها من الآن. نعم. خلونا الآن على هذا المستوى، يعني هناك مفاجآت تعدون فيها، مفاجآت كثيرة يعني كثيرة. سلام. بارك الله فيك. الله يطول عمرك. بارك رأيناكم الله طال عمرك في أكثر من محفل طيب مع أصحاب السمو من دولة الإمارات، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. نعم. وسمو ولي عهد المملكة العربية السعودية، في مواقف جميلة ولقطات ما زالت في الذاكرة والأذهان. نعم. نعم. كيف ترى العلاقة هذه بينكم وبين كل أهل الهجن في الخليج؟ نحن ذاهبين للأحسن إن شاء الله، دائما إلى الأمام إن شاء الله. بعدين الشيوخ كلهم إخواننا، يعني دائما نتبادل الآراء. نعم. وهم يدعموا ونحن نسند وهكذا، كلهم يعني أنا أعتبرهم في مركب واحد. يا سلام. توقعاتكم السيف بكرة طال عمرك، من يأخذ السيف بكرة؟ السيف عاد في باكر إلى كلام إلى كلام. معكم التوفيق. شكرا طال عمرك. شكرا. شكرا. شكرا.